الربو عند الأطفال أو ما يعرف بحساسية الصدر. يعتبر الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً عند الأطفال، وقد أظهرت دراسات زيادة ملحوظة في نسبة الإصابة بالربو عالمياً، حيث تراوحت ما بين 10 إلى 15%، وقد تزيد أو تنقص هذه النسبة من مكان لآخر بحسب تأثير العوامل الوراثية الجينية والعوامل البيئية. العوامل المهيجة لنوبات الربو وأهمها التهابات الفيروسية خاصة في السنوات الأولى من العمر، التعرض للدخان السجائر خاصة إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما مدخنان في البيت، التعرض لعثة غبار المنزل وللروائح النفاذة كالعطور والمنظفات، كذلك فرو الحيوانات الأليفة، وتلوث البيئة بشكل عام يعتبر من العوامل المهيجة لنوبات الربو. علاج الربو، يبدأ علاج الربو عادة بالتعرف على العوامل المهيجة أو المحسسة وتجنبها قدر الإمكان، وينقسم علاج الربو إلى نوعان أساسيان للتحكم في أعراض الربو، ويسمى العلاج الوقائي، ويعطى عن طريق رداد، عن طريق البخاخات، أو ممكن إعطاءه عن طريق بودرة الاستنشاق، ويوجد هناك كبسولات، ويعطى بشكل يومي لتقليل ومنع حدوث أعراض الربو والحد من النوبات المتكررة. ويوجد العلاج الآخر، علاج إسعافي، يعطى عن طريق البخار، وكذلك يوجد عن طريق بخاخات، ومتوفر عن طريق شراب أو عن طريق حقن في الوريد، وذلك للحد من أعراض الربو مثل الكحة وصعوبة التنفس، ومنع حدوث أو تقليل حدوث النوبات قدر الإمكان. كذلك ينصح بأخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية للأطفال المصابين بالربو للحد من أعراض النزلات الشعبية والإصابة بالنوبات الحادة من الربو. شكرا دكتور جمال. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.